طيب هسه راح نتكلم عن الكاتيجوريز اوف ادفيرب، انواع الظروف. طبعا الظروف، او اولا احنا خلينا نعرف شنو المقصود بالظرف. الظرف شنو يعني الظرف؟ زين، الظروف بشكل عام، بشكل عام تصف الفعل، خصوصا ظرف المعنى، ظرف الحال. يعني من اقول على سبيل المثال I come quickly، جئت مسرعا. اذا هنا جئت مسرعا، من اقول مسرعا وصفت الفعل، اذا تحكي لك عن الفعل، تحكي لك عن الفعل. حتى من اقول I go to London، انا ذاهب للندن، يعني هنا هي تصف الفعل ولا تصف الفاعل، بس الصفة تصف الفاعل، تصف الاسم. مثلا من اقول ندى is happy، ندى is happy، ندى سعيدة. اذا الان جملة ندى سعيدة، هذه الجملة يعني وصفت الفاعل، هاي الصفة. اما الظرف فهو يصف الفعل. طيب انواع الظرف شنو هن؟ اولا عندنا ظرف المنر، ظرف الحال، اللي هو ينتهي بالواي، مثلا happily sadly، هذا يسمونه ظرف الحال. طيب وعندنا ايضا ظرف المكان واللي احنا نعرفه، اللي هي there in London. عندنا ايضا ظرف الزمان، هذا طبعا لان بالترتيب لازم نحفظه. أنا جامعنا بكلمة مبتر، مبتر، منر، place، time، reason. وعندنا أيضا الـ process، ظرف الحال، ظرف الحركة. وهذا مو كلش منتشر يعني. على سبيل المثال، مثلا angrily، in France، daily، هذين كلهن أمثلة على ظروف الحال، وهاي أمثلة على ظروف المكان، وهاي أمثلة على ظروف time، وهاي أمثلة على ظرف الـ reason، على ظرف الـ reason. واني ذكرت لكم قبل بأن الظروف تتحرك بالجملة. شنو يعني الظروف تتحرك بالجملة؟ يعني على سبيل المثال إذا قلت مثلا، على سبيل المثال خلينا نقول مثلا tomorrow، غدا أقدر أقول tomorrow I will travel to Turkey، غدا سوف أسافر إلى تركيا. أو أقول I will travel to Turkey tomorrow، سوف أغادر إلى تركيا غدا. إذن الظروف نقدر نقدمها ونأخرها بدون تغيير الجملة، بدون تغيير معنى الجملة. هذه هي الظروف. ولا تنسى manner، manner، مبتر، ما، manner، place، time، reason. هاي الظروف بشكل عام، الظروف بشكل عام. طيب بشكل عام. طيب شنو هي خصائص الظروف؟ طبعا الظروف لها خاصيات عديدة. اولا احنا قلنا بانه موبايل، موبايل مو معناها تليفون، لا، موبايل معناها متحركه. شنو يعني متحركه؟ يعني يمكن تحريكها، واحنا ذكرنا قبل شوي هذا الحكي كيرفلي، اقدر احطها بالبدايه بالنهايه، هذا هو المقصود بالموبايل. ثانيا they are optional. شنو يعني optional؟ يعني هي اختياريه، يعني اقدر احذفها عادي مو مشكله. يعني على سبيل المثال I go to my uncle. I went to my uncle yesterday. ذهبت إلى عمي البارحة. الآن لو حذفت كلمة البارحة راح يتغير شيء بالمعنى؟ لا، ما راح يتغير كل شيء. I ate an apple yesterday. أكلت تفاحة البارحة. الآن هل تغير شيء في الجملة؟ لم يتغير أي شيء. إذا حذفنا البارحة لم يتغير شيء. أو إذا قلت على سبيل المثال I always go to school early. أذهب دائما إلى المدرسة باكرا. I go to school early. أذهب إلى المدرسة باكرا. بدون ما أقول دائما. إذن الظروف مو مشكلة، نقدر نحذفها. هذا هو المقصود بالoptional. Number three, they can be pile up. شنو معنى they can be pile up؟ معناها نقدر يتراكمن. يعني شنو يتراكمن؟ يعني نقدر نخلي ظرف وراء ظرف. مثال عليها in March، في شهر مارش. طبعا هاي أمثلة على كل وحدة. in March، شوف هاي التغيير، ذكرنا الملاحظة الأولى نقدر نغيرهم. شوف in March قدمناها بالبداية وبالأخير. I will travel to Turkey، شوف غيرناها. I will travel on Sunday in March to Turkey، يعني اقدر راح اسافر في يوم الاحد بشهر مارس الى تركيا. شوف، اذا هذا هو المقصود بانه الظروف ظروف يمكن ان تتراكم. يعني نقدر نخلي ظرف ولا ظرف عادي مو مشكله، عادي.
هذا بالنسبة للظروف. بس أقدر أخلي الأسماء تتراكم؟ نادرا. يعني ما أقدر أقول مثلا it is car bus good. يعني ما أقدر أقول car bus, car اسم وباص اسم مترهم, ما يصير تتراكم الاسم. أما الظروف فنقدر نتراكمها مو مشكلة. هذني كلش ملاحظات, هاي الملاحظات ذني كلش مهمات. طيب بعد وش عندنا؟ ما عندنا هذني, هاي أمثلة أيضا عليهن, أمثلة عليهن أيضا. ما عندنا بعد فد شيء هنا مهم. هذا الستركتر لازم ينحفظ مثل اسمك. الستركتر هذا لازم ينحفظ لأن جدا 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 مهم. هذا شنو المقصود به؟ هذا مال أنواع الفعل اللي أخذناها كليتهن. الفيرب, شوف قايل لك الفيرب ستاتيف دايناميك. أخذنا شنو ستاتيف, انتنسيف, اكستنسيف. وطبعا أنا منطيك أمثلة على كل حالة. مثلا المثال الأول, شوف منطيك الأول SVA he is at home. عم نقول لك أريد جملة على SVA, أو من نقول لك أريد جملة على SVC. هذا الحكي كليته احنا اخذناه. ومن يقول لك اريد ظرف بروسس تنطي, يقول لك اريد ظرف مكان انطي, اريد يقول لك ظرف زمان انطي. هذا الحكي كليته مرتبط, ناس مع بعض, ناس مع ناس. فيفضل انه نقرا هاي الامثله ونركز عليهم نقطه نقطه. هسه من يقول لي اس في او او, علي فاعل, باوت فعل, سها ان اكسبنسيف رانك وإلى آخره. The child laughed. SV الفاعل, SV نفس الحكي اللي أخذناه, ما راح يتغير أي شيء ولا أي شيء جديد. التكملة مفعول به مباشر, مفعول به غير مباشر, direct indirect. ذنّي هذا الحكي كل السوالف هذني راح يريد من عندك الأستاذ أنه تنطي أمثلة على سبيل المثال, أو يعطيك جملة ويقول لك أريد احكي لي التفاصيل يعني مالتها, يعني عرب لي اياها. I put on the bill.